اليوم 3 أبريل من نيويورك لتشيرينغ سنترال أنا لويالك. وعلى السهم الأمريكية تتراجع عن مكاسب الافتتاح، وكان الناسداك مسقطة في المنطقة الحمراء مرة أخرى هذا. ومن ناحية أخرى فقد تغير كل ذلك بعد طرح شركة سبوتيفاي للاكتتاب العام هنا في بورصة نيويورك، هذا وفي الوقت الذي يرتفع فيه مؤشر داو جونز بأكثر من 350 نقطة مع ختام دورة شهدت تذبذبا. بينما لا تزال الأسهم مضطربة، الدولار في نطاق ضيق. اليورو أمام الدولار انخفض بنسبة 0.33% عند 1.2262. الجنيه أمام الدولار انخفض بنسبة 0.07% عند 1.4034. الدولار أمام الين يرتفع بنسبة 0.52% عند 106.44. ولا يزال الدولار الأسترالي صعوديا وكسر الزوج فوق خط الاتجاه الهبوطي ويقف فوق متوسطات المتحركة. المراكز الطويلة فوق 0.7665 والأهداف عند 0.77 10 و 0.7730 في الامتداد. البيتكوين يستعيد ما يقرب من 6% عند 7335. أما المعادن الثمينة فلا يزال الذهب في الاتجاه السعودي مدعوما بالمتوسطة المتحركة المرتفعة للخمسين فترة. المراكز الطويلة فوق 1332.5 والأهداف عند 1346.75 و 1351 في الامتداد. أما الفضة فانخفضت بنسبة 1.75% عند 16.3 للأونصات. تريدينغ سنترال تي في لويالك.